خادمتك مريم، أنت تعلم أني يتيمة وقد فارقت أمي لأكون قريبة منك وأخدمك. إلهي أرزقني القوة، أنا خادمتك لأستطيع تحمل فراقي لأمي، وأعن والدتي لتستطيع تحمل فراقي. أخاف جدا من أن تبتعد عني ابنتي مريم. لن أنسى كم كانت عسيرة الأيام التي أعقبت ولادتها. أنا لم أكن أظن أني سأواجه أياما أشد وأصعب منها. إنني أخشى عليها من الفريسيين والكتبة ومن أبناء يعقوب والكهنة. ما دمت إلى جانبنا فلن أشعر بالقلق. أنا أعلم أن علينا ألا نزورها، وأنا علي أن أعتاد على ذلك شيئا فشيئا، فغير ذلك لا يتوافق مع نذري الصادق لمريم في المعبد. إنني متيقنة من أنها تحمل وعدا إلهيا، ولا يجب أن أتعلق بها كثيرا. يجب علي أن أتجنبها، سيما وأن مصيرها سوف يتحدد هناك قريبا في المعبد وليس إلى جانبي. ولكن لا يمكن أن أتجنب يوم فراقنا. طالما سعيت إلى عدم التفكير بها ولكن فجأة تقف أمامي اللحظات الصعبة، وأنا أخذت على حين غرب. لقد فوجئت يا سيد زكريا، فأنا لست إلا أما. احضري لي مريم. علي ان اتغلب على مشاعري. مريم، ودعي أمك. Thank you.
أم مريم. بحفظ الله يا حبيبتي، بحفظ الله. إنها مريم، إنها مريم، قد أتت يا سادتي، يا كهنة المعبد، أتت مريم. إن شريعة اليهود حكم مطلق لا ينقض. سيد صديقيا، سيد صديقيا، وصلت مريم إلى المعبد. يجب أن نذهب فورا لنرى ماذا يحدث. إني لا أعلم، أنا لا أعلم إن كنت أستطيع أن أشهد ذلك الأمر أم لا أستطيع. مرحبا. آه يا زكريا، لقد فعلت ما تريد أخيرا. لقد وصلنا، وهذا هو المعبد. انظري، إنها ابنة عمران. ما
أهلا بك في معبد سليمان يا مريم. لا تخافي يا مريم، هنا القدس، هنا مكان عبادة كهنة المعبد، لا يحق لك الدخول إليه، أتفهمين يا مريم؟ نعم. هيا بنا. انظر يا مريم، هذه حجرتك. أهلا بك في المعبد يا مريم. سأدعو لك أن تشفى من الإرهاق النفسي هذا. دعنا نذهب إلى المعبد يوما ما، لعلك تجد بعض الطمأنينة هناك وترتاح من مشاغل القصر. ما رأيك؟ تقولين المعبد مع هؤلاء الكهنة الكذبة المزورين؟ وما الفائدة من ذلك؟ إن تعبي أكبر من هؤلاء جميعا يا مريم. لكنهم يقولون لقد دخلت المعبد للتو من أطفت عليه روحا جديدة. من هي التي تقصدينها؟ يقولون إن اسمها مريم. مريم؟ تقصدين مريم ابنة عمران؟ مريم يا زوجتي العزيزة، وما هو برأيك قدر ابنة الست سنوات تلك لتقتحم علينا خلوتنا؟ إن هذا الكلام يستهوي العوام من الناس وليس مثلك. اسمع يا مريم، ألم يحن الوقت بعد لتقلعي عن مثل تلك الاعتقادات وتفكري بحياتنا أكثر؟ إنك تعلمين مدى تعلقي بك، وأن السياسة هي التي جعلتني أتزوجك في البداية، ثم بعد ذلك تعلقت بك، وها أنت يا مريم تبخلين علي حتى بابتسامة ودودة من زوجة محبة. أهذا هو حق الزوج؟ وهل سمعت يوما أن إنسانة تمنح قاتل أبيها ابتسامة ودودة حتى ولو أرادت التغلب على حقدها؟ ومتى كنت أشمئز من المحبة، لكن عندما أعيش حبيسة هذا القصر فما الذي ينتظر مني أن أصنع مع سجاني؟ ليتني استطعت أن أحبك، لكن لا، إن لم أكن قادرة على أخذ ثأري منك فأنا أستطيع أن أمنع عنك حبي. لما أنت تعذبينني يا مريم؟ أنا مليكك وزوجك بمقتضى القانون، إن تصرفك معي يوحي بالغرور والتكبر، فكيف أستطيع إخراج تلك القسوة من قلبك؟
أخشى أن يسدل حقدك الستار على حبي، وساعة إذن. لا تفكر كثيرا بهذا الأمر، فأختك متشوقة جدا لأن تحين تلك الساعة. أتقصدينني أنا؟ تحية لهيرودس العظيم. أظن أنك تتحدثين عني أنا، فهل أنا مخطئة؟ لا، فالجميع يتحدث عنك خلف جدران القصر. لحسن حظهم أن أصواتهم لا تصل إلى مسمعي من خلف جدران القصر المتينة، وإلا لكنت. حسنا، سأنصرف من هنا. مرحبا يا ابنة فانويل، أنت مسافرة؟ نعم، وجئت أستأذنك يا سيدي. وما هي وجهتك؟ لم أعد قادرة على التحمل سيدي، أينما توجهت لا أرى سوى الأذى والشر من الناس إلى كل الناس. أريد الذهاب إلى المعبد لأوثق نفسي هناك بجداره كي أستريح كليا، وسيشملني الرب بعطفه. لم يعد هناك من يقوم بذلك منذ أمد، وستكونين وحيدة هناك. أنا الآن وحيدة أيضا، أما هناك فسوف لن أكون وحيدة أبدا، سأكون قريبة من مريم. برعاية الرب. لقد قلت لك مرارا يا يوحنا، إن عليك أن تحفظ التوراة جزءا جزءا، لكنك تسوق الأعذار دائما وتبرر تقصيرك كيفما يرتئي لك. والآن هل شرحت لنا درس اللحوم المزكاة يا يوشع؟ كنت مشغولا بإجراء طقوس الأضحية فلم أستطع قراءة الدرس. لا طالما أوصيتكم بقراءة دروسكم، إن هذا التقصير غير مبرر. وماذا عنك يا موشع؟ لم يكن من المقرر أن نحفظ الدرس أيها الأستاذ. وماذا عن درس الأضاحي؟ من منكم يستطيع شرحه لنا؟ سل مريم عنه. نعم، سل مريم ودعنا نضحك قليلا. مريم؟ مريم مرجع في الشريعة. حسنا يا مريم، هل اقتربت منا قليلا؟ هل تستطيعين التحدث عن حلية اللحومات وحرمتها؟ تريدني أن أفعل؟ تكلمي.
إن كل حيوان مشقوق الحافر وأيضا مشتر فهو حلال، ما خلا الجمل والأرنب لأنها مشترة لكنها ليست مشقوقة الحافر. أما الخنزير ناجز فهو مشقوق الحافر لكنه غير مشتر. وماذا عن القرابين، تستطيعين ذكرها؟ إن القرابين ثمانية أقسام: المحروقة، المقدمة، المخلوعة، المتحركة، المرفوعة، قرابين السلامة، قرابين الذنوب، وقرابين المعصية. وكل هذه القرابين تقسم إلى قسمين: أولاً قرابين الدم، والتي لابد أن تكون من حيوانات طاهرة وغيرها. وأول من قدم القرابين هما قابيل وهابيل ولدى سيدنا آدم، كما أن سيدنا إبراهيم أراد أن يقدم ابنه إسماعيل قربانا إلى الله بأمر منه، لكن الله أرسل له ذبحا عظيما عوضا عن إسماعيل. من أين تعلمت كل هذا يا مريم؟ من أين؟ لقد علمني السيد زكريا أصول وأحكام الشريعة. وكيف علمك زكريا لتحفظيها بهذا الشكل؟ إنه نبي الله، وهو يعلمني العلوم الدينية والكتاب المقدس الذي ينزل عليه، فهو وحده الذي يستطيع بيان أحكام الشريعة وأنا تلميذته. هنيئا لك يا مريم، ليتك تقومين بتدريسنا نحن أيضا. لا تتدخلي بهذه الأمور يا مريم. ماذا تصنعين هنا؟ اذهبي واهتمي بعملك. هيا اذهبي. إن هذه الفتاة ذكية. وأنتم لماذا تضحكون؟ ليتني أستطيع الإمساك بكم. وأنتم تابعوا دروسكم، بما تشغلون أنفسكم؟ انظر إليها، إنها تكنس قرب درج المعبد. لا تقربي من هذا الدرج أيتها الفتاة. ألم يقل لك مربيك زكريا أن لا تقتربي من هذا المكان المقدس؟ ألم يقل لك ذلك؟ مريم أنت هنا؟ إنها أوعية خدام المعبد تلك التي تغسلينها. أنت تعملين كثيرا. اللهم احفظ والدتي والسيد زكريا وإليصابات وكل الناس، وتفضل عليهم وظللهم بعطفك وامنحهم السلامة. الطريق أنا أرجوك ساعده. من تلك التي أوثقت نفسها وجلست قرب المعبد؟ منذ مدة طويلة لم يقم أحد بهذا العمل هنا. حسنا، أهذه أنت مجددا؟
أنا أعرف هذه المرأة. ماذا تصنعين هنا؟ إن الكهنة الذين يعيشون في المعبد يظنون أنفسهم أقرب إلى الله، لكن الله مكانه في قلوبنا وليس في أبراجكم. سيأتي رسوله في النهاية ويقتلع الظلم من أساسه. ومن هذا الذي سوف يأتي؟ المسيح أيها الكاهن. المسيح؟ المسيح الذي سوف يأتي؟ نعم. وهل تعرفين علامته؟ نعم، سوف يقتلع ظلمة الناس أمثالكم. إنه قادم وسوف يعيد إلينا حياتنا التي فقدت بسببكم. نعم، سوف يأتي المسيح حتما. ومن الذي يصدق هذيانك؟ مجنونة. أسرعي يا مريم واملئي هذه الجرارة وأحضريها. الصغيرة مريم منهكة وقد توحد خصومنا وتسببوا لها بأشد العناء والعذاب في غيابي، ويربعام المسؤول عن اليعقوبيين والخدمة يتلذذ بتوبيخهم. ولكن أخبرني، ألا يخجلون من صب مشاعر عدائهم على طفلة بريئة؟ أرجوك لا تطلعي حنة على ما تعانيه مريم من العذاب هناك. سيد زكريا، أنت هنا يا سيد زكريا؟ كنت تتحدث عن مريم، أرجوك أخبرني كيف حالها. غدا سأذهب إلى أورشليم. قلت أورشليم؟ بلغ سلامي لمريم إذن. إليصابات، ما الذي حدث؟ لا شيء، ماذا سيحدث؟ أختي، هيا أخبريني، فأنا أراكما مضطربين. هل بلغكما شيء عن ابنتي؟ تحاولان أن تخفياه عني؟ آه حنة، أرجوك صارحيني أختي. إليصابات، أتلك الابنة مريم؟ ماذا تصنع؟ لقد كلفوني بأن أسحقها. أسرع، يجب أن تنتهي منها قبل الغد، سوف يأتي أربعام. هيا هيا. يوم غد؟ غدا هو يوم العيد، لعلها تلك قطع البخور المقدس سيشعلونه يوم غد في القدس. إنها هي مريم. أتعلمين أي عيد غدا؟ يوم غد هو أكبر أعياد اليهود، أكبر أيام الله. غدا سوف ينظر الرب الرحيم إلينا جميعا. وأي شيء هناك في قدس الأقداس يا مريم؟ لا شيء، لا شيء خلف هذا الباب وخلف تلك الستارة المقدسة. لا شيء؟ نعم، إن غرفة قدس الأقداس خالية. خالية؟ نعم، فقديما كانت الألواح الحجرية لنبي الله موسى عليه السلام تحفظ هناك، ولا حق لأي كان بالدخول إلى هذه الغرفة عدا كبير الكهنة من كل فرقة، ولمرة واحدة فقط في السنة يفتح الباب ويعطرها بالبخور. إن سيدي زكريا هو الذي أطلعني على هذه المعلومات. لقد سمعت أن دوره سيحين بعد بضع سنوات، أليس كذلك يا مريم؟ نعم،
إنه ينتظر هذا اليوم منذ سنوات. إنه يا سكار، اذهبي، فإذا رآك هنا فسيوبخك. انظر إليه، لقد عاوده ألم الرأس. يقولون إنه ليس رجلا سيئا، ولكني أخاف منه. إن ألم رأسه قديم، إنهم يقدمون القرابين من أجله باستمرار. الجميع هنا يحترمه، فهو خليفة زكريا، وهو كبير أسرة اليعقوبيين من بعده. إنه قريبك، ولابد من أنك تعرفينه. أخبريني، ألا تعرفينه يا مريم؟ نعم، أنا أعرفه. اشربي أختي، لا تخافي، إنه فقط بعض الإرهاق. انتبهي للحرس، فعيون هيرودس وأخته يملؤون المكان هنا. مريم، سوف أذهب من هنا. هل أساعدك يا سيدتي؟ هل ابنة عمران هناك؟ هل أستطيع رؤيتها؟ نعم، أتيت من مكان بعيد. وكيف شكلها؟ اسمها هو مريم، ابنة 6 أعوام. يداها الصغيرتان غيمتا رحمة ومحبة، ووجهها جميل كما الابتسامة، وصوت خطاها السكينة وكأنها لا تخطو على الأرض. لكن ما الذي أنت وراءه هنا؟ لما أتيت إلى هنا سيدتي؟ لا أعلم ما الذي أنا وراءه، لكنني أريد رؤيتها، فلعلي أجد الإجابة على أسئلتي. تعلمين سيدتي، الكثير من الناس يأتون لرؤيتها، والقليل منهم يأتي ملتمسا شيئا ما، وأنا أرى في عينيك حرقة الشوق لرؤيتها عن قرب، وهذا ما سوف يحصل. انظري هناك. رأيتها، كوني حذرة من يربعام، إنه يتلذذ بضرب الخدمة واليعقوبيين. لا تقفي أبدا بوجهه ولا تعطيه الحجة عليك. انظرا، سيدخل الآن إلى القدس. إنه يصطحب الكتاب المقدس معه أيضا.
ليتني أستطيع أن أدخل معه إلى هناك. لا تقول ذلك مجددا. مريم مريم مريم، لقد فعلت مريم كذا وكذا، جاءت مريم، ذهبت مريم. كفي يا أختي، ألا تكفين أبدا عن سوء الظن بها؟ اسمعني جيدا يا هيرودس، إن الملوك الذين ينظرون إلى السياسة بسذاجة سرعان ما يفقدون تيجانهم وعروشهم، وبما أنك متعلق بتلك المرأة فإنك لا ترى مؤامراتها الخفية. ماذا تقولين وأي مؤامرات تعنين؟ إنك وحسب ما أظن كنت قد منعتها من الاتصال بما هو كائن خارج القصر. هل أنا مخطئة؟ وهل قامت بشيء خلاف أمري هذا؟ لا أصدق كم أنت بسيط يا أخي العزيز. قلت لك مرارا إنك لا ترى أعمالها الخفية، وأنا أدرى بها منك. لقد ذهبت يوم أمس إلى المعبد. تقولين ذهبت إلى المعبد؟ نعم، لرؤية تلك الصبية ابنة عمران. هي تلك التي أشاع عنها متعصبو اليهود شائعات كثيرة بين الناس ليضعفوا بذلك سلطانك. لا. أنت كلا، أنا لا أصدق أبدا، لا أصدق أن مريم تخرج عن أوامري وتخالفها. ألا تصدقني؟ كلا. وأي شيء تريد أن تصدقه يا هيرودس؟ هل هو حب اليهود لها أكثر منك أنت هيرودس؟ أم هو حب الناس لها أكثر منك؟ أما تزال تعلنه من أنك غاصب لعرش والدها. ما دامت مريم على قيد الحياة فإن ذكر سلطنة الإندكنوسية قائمة في تلك الأرض، ولن نستطيع أن نمحو ذكرهم من بين الناس مهما سعينا إلى ذلك. لقد قلت لك كفى، قلت لك كفى، لا أريد أن أسمع شيئا من هذا. لقد تعبت، لقد تعبت. أقدم. عليك أن تراقب مريم جيدا كيفما ذهبت. أطلعني على الأمر كلما اجتمعت بالمشردين من اليهود. اذهب. صبرا يا مريم، سوف تكون عاقبتك على يدي هاتين. لكنك بقولك هذا تخالف ما كتب في التوراة. لا لا لا، هو ما قلته أنا، ولا تعقد الأمر أكثر. اذهب عني، اذهب. ما الذي حصل يا ميخائيل؟ أراك منزعجا، ما به؟ إنه بسبب تلك الصبية، التلاميذ يتوجهون إليها بأسئلتهم وليسألوا، إنهم يريدون جوابا مقنعا. لا تمزح يا سيدي أربعام، لقد اضطربت دروسي ولم يعد تلامذتي يأبهون بكلامي، فهل نذعن للفوضى؟ ومن هو ذاك الذي على الخدمة أن يحسب حسابه، أنت أم تلك الفتاة؟ لقد جاوزت الحد بوقاحتك يا ميخائيل. إني أرى المستقبل أمام عيني، وأنا وأنت جاثيان أمام مريم نستمع إلى تعاليمها. مريم،
هذه أنت يا ابنة فانوئيل؟ مرحبا بالسيد زكريا. مرحبا. أريد أن أطيل استغاثتي به إلى أن يأتينا المخلص الموعود، وبهذا الشكل أبقى قريبة من عزيزتنا مريم. إنني أراها كل يوم خلال جمعها لأواني الكهنة وغسلها أيضا، لكنني انتظرتها اليوم طويلا ولم تأتي. لقد جمعت الأواني لكنها لم تأخذها. اذهب وانظر يا سيدي ما الذي حصل، فليس من عادة مريم أن تتلكأ بعملها. مرحبا يا مريم. مرحبا. لم تذهب اليوم إلى عملك؟ لقد أحضرت لك بعض الطعام. أرسلت لك أمك هذا الرغيف من الخبز. وجهك يا إلهي، ماذا حدث لوجهك؟ ليس بالأمر المهم. وكيف ذلك؟ ليس بالأمر المهم. ما الذي حصل؟ يا إلهي، هل ضربك أحد؟ ما الذي حصل لذراعك؟ لا تذكر لي والدتي شيئا من ذلك. أنا على ما يرام، على ما يرام.